السلام عليكم ورحمة الله، أطيب التحية لكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بكم بحلقة جديدة من طبيبك معك. إكمالا لحديثنا اللي تكلمنا به الجمعة السابقة عن موضوع أورام الدماغ، وحتى نستثمر وجود دكتور حيدر علاء السعدي أخصائي الجملة العصبية، اختارينا اليوم أن نكمل الحديث ونشوف شنو هي طرق العلاج المتاحة والمضاعفات اللي ممكن أن تحدث للمريض في حال لو لم يتم العلاج بالطريقة الصحيحة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك مرة ثانية ويانا دكتور. دكتور، ذاك الجمعة بالنسبة للي تابعنا تحدثنا عن موضوع أورام الدماغ، الأنواع اللي ممكن أن تنشأ من عندها، التأثير على حياة الإنسان أو على الأعراض اللي ممكن أساساً تطلع عنده حسب المكان أو حسب وظيفة الجزء اللي راح يكون به هذا الورم. وأكيد الناس كلها تريد تعرف شنو هي طرق العلاج، لأنه واحد من يسمع ورم بالدماغ يعني يتصور أنه مسألة ممكن أنه ما تنحل، أو مثلاً خلص الوفاة يعني حتمية، لكن أكيد بالحقيقة بالحياة العملية اللي دا تشوفوها حضرتكم لا، أكو هواي أورام نجحنا بالتخلص من عدها، قصص نجاح كثيرة بالضبط، والمريض كمل حياته بطريقة وكأنه شيء لن يكون. أوكي، فاليوم أريد نبلش بطرق العلاج. إجا مريض شخصنا ورم بالدماغ بغض النظر عن النوع، وجود كتلة غريبة الشكل في حتى يسموها يعني تاد زملائنا يسموها space occupying lesion. وطبعا الجولدن ستاندر اوف او ايمج اوف تشويس الاشعه الفاصله في التشخيص دائما تكون الرنين المغناطيسي الملون اللي هو بالصبغه، وهذه حتى نشوف قابليه الورم وشكله وحجمه والجدار المتكون، وهل اكو تكيسات داخل، وهي كلها معلومات تفيدنا احنا في التخطيط للجراحه يعني. نعم. وعلى قد ما التفاصيل هاي بسيطه على قد ما هي تفاصيل مهمه بالنسبه لنا. نعم. ماشي. فبعدها اكو فحوصات اخرى نطلبها من المريض. مثلا ممكن نريد نشوف مثلا نسوي اشعه مقطعيه على المخ على مود نشوف هل بعض اورام المخ مثل المننجيوما، الامراض الاورام السحائيه تؤدي الى تكثف في حجم العظم المجاور لها. وهي جملة جدا مهمة، يعني العظم المجاور للورم يصير بهايبر أوستيوسز أو ثخانة في العظم. هذا طبعا من أساسيات استئصال الورم، أننا لازم نستأصل العظم. أها، يعني العظم اللي انضرب وصار خلص بعد بتدخل مو طبيعي. بالضبط، ولو تركناه طبيعي ولو تركناه ممكن يؤدي إلى عودة الورم. أها، ممكن يكون هو سايت اوف ريكرنس. زين، هسه اجى ببالي سؤال، احنا دائما الاورام العاديه في اي مكان بالجسم عاده، انت قلت لي انه الجراح يعني انا كجراح انه لازم احضر زين قبل ما يعني ابلش او ادخل مريض الى صاله العمليات. من ضمن التحضيرات الاوليه اللي احنا دائما نستخدمها بمختلف انواع الاورام بالجسم اخذ خزعه حتى اشوف انه مثلا هذا الورم بل يعني يحتاج لاستئصال جراحي كامل لو لا ممكن انه ينعاف او علاجات اخرى. هذا ليس هذا في جراحه الاعصاب. هو ده اردت اسالك، في جراحه اورام الدماغ مفيده شغله اخذ الخزعه لو استئصال كامل راسا؟ الاساس في التعامل مع اورام المخ هي الريسكشن كامل. كامل، اوكي. عندنا استثناءات، يعني ورم كبير ما يصير اخذ منه خزعه، انا داخل حتى اشيل. هو السؤال هو ليش احنا اورام المخ لازم نتدخل بها جراحيا؟ يعني عندنا عده اهداف من استئصال اورام المخ. الهدف الاول تشو دايجنوزز، انا اريد اعرف هذا التشو شنو. نعم. الشغله الثانيه اريد اخفف ضغط المخ. خاصه انا قلت لي كبير الحجم. بالضبط. الشغله الثالثه الاورام يكون عندها ماس افكت، فممكن يأثر على الكلام ويأثر على الحركة. ماشي. النقطة الرابعة، المريض ما يستحمل عمليتين. حلو، يعني هذيك احنا دائما بكل يعني الاورام الاخرى نطمنهم انه نقول لهم اغلب الخزعات مثلا حتى لو من الكبد او مثلا من الثدي نقدر نجريها حتى البلوكال انستيزيا ببنج موضعي. الفلسفه مختلفه تماما. بالدماغ الامور تختلف. لازم زين، هل ممكن ناخذ خزعه بس؟ هاي الاكسبشن. مرات يكون عندنا اورام صغيره الحجم وعميقه، وبالتالي الفاتوره العمليه حتكون باهظه
مو فاتورة كرقم مو ماديا بلي دا أحكي على على صحة بالضبط ماشي على حساب ورم صغير ماشي فنضطر ان احنا نستخدم في شغلة اسمها ستيريوتاكتيك بايوبسي. نعم زين اكو شغلة حاول الطب الحديث بكل ما يملك انه يستبعد الجراحة. ليش يستبعد الجراحة؟ يستبعد الجراحة لان الجراحات برا غالية الثمن باهظة. ليش باهظة؟ لانه المستهلكات باهظة والبيرسونيل اللي يقومون بالعمليات باهظة. نعم ماشي. بينما احنا عندنا بالشرق الاوسط العمليات هذه ليست باهظة لانه من يقومون بالداخلين في اجراء العملية سواء الطبيب او المخدر او المساعد اجرتهم قليلة فبالنسبة لهم متوفرين. خلينا نقول المستشفيات الحكومية مثلا احنا هنا في بلدنا بالمجان العلاج يعني. بالضبط تمام. فحاول العلم الحديث بكل ما يملك انه يجيب جهاز او يسوي يعدل السوفت وير او يطور السوفت وير للام ار اي على مود يحصل على تيشو دايجنوزز قبل اجراء العمليه. ونجح؟ لا لا بعد اكو مشكله بالموضوع لانه لا يمكن ان نحلف على نتيجه ورم او الفحص لورم او طبيعه الورم الا من خلال اخذ عينه. اها الا فحص نتيجي يعني هذا الجراحه وهو يجي من الجراحه. نعم يعني هذا الجراحه هو الفيصل اللي كل الناس تروح تحتكم له. يعني هو هذا الستاندر. صح. وياما وياما كانت اكو عندنا تصورات كجراحين عن اورام مثلا على قولتك بالفحص الرنين المقطعي او مرات حتى بالخزعه. أي. ونتفاجئ من نفتح ونشيل وندزره تجينا نتيجه مغايره تماما وصايره. وارد جدا انه مريضه يكون عندها ورم بالثدي. نعم. ورم غير حميد بالثدي ويكون عندها نقطه موجوده بالمخ. ماشي. وارد جدا انه يكون هذا ما له علاقه بهذا. وارد. نعم. جدا اي بس مو اساسي بس وارد جدا اي. فلهذا مثل ما قلت حضرتك احنا لازم نفتح لازم. ونستأصل ورا يعني صار لنا حديث ثاني ويا المريض بعد ما ترجع لنا نتيجه الفحص النسيجي. زين وصلنا للفحص النسيجي مثلا او بعض الاورام في اماكنها مثلا الفيستيبولر شوانوما اللي هي ورم العصب الثامن. نعم. يكون حجمها وليس أضلاعها حجمها أقل من 3 سنتيمتر مكعب وليس الداخل ضمن القناة السمعية هي خارج القناة السمعية فهي ممكن نسوي لها جاما نايف. جاما نايف أوكي زين. أورام مثلا أورام الغدة النخامية مايكرو أدينوم ممكن نسوي لها جاما نايف. ماشي. لكن يبقى الاستئصال الجراحي. نعم. أساسي في هذا. نعم. نادرا ما يكون عندنا الريسكتبل تيومر نادرا. أنا شفت هذه الحالات يعني. يعني هو تقريبا خلينا نقول هو العلاج الأساسي أو الرئيسي أو الخط الأول لأي ورم بالدماغ استئصال جراحي. بالضبط. متى ما نقدر نسوي استئصال جراحي؟ عندما لا تكون صحة المريض ملائمة. يعني مريض كبير يعني شوية عندي تعليق على كلمة كبير بالعمر يعني. نعم. ماشي لأنه عندنا أطباء تخدير من الطراز العالي أصبح موضوع كبار السن مو عائق. ما احنا نسوي تبديل مفصل في كبار السن صح ولا؟ صح. ماشي. لكن تلاقين المريض عنده سكر وضغط وعنده الإجكشن فراكشن اللي هو ما يطلع القلب. نعم. من دم عمل القلب ماشي 30% 20% زين هذا شلون راح يتخدر؟ هذا حيموت بالتخدير بس فهذا هنا اصبح المريض غير قادر على اجراء اي عمليه جراحيه من ضمنها عمليات المخ. نعم. حتى لو هي حتكون منقذه للحياه للاسف. نعم. لكن هو ممكن اساسا يتوفى يعني نتيجه حالته الصحيه مو نتيجه مضاعفات الورم اثناء العمليه. هو المريض مو فيت فور سيرجري. زين يعني يبقى معناه هنا هسه راح يجي خلينا نقول شطاره الطبيب الجراح. نعم. انه حتى يختار نوع التداخل الجراحي المناسب. نعم. اوكي. وممكن مرات اكيد دكتور يحكمك الفيلد خلينا نقول من تفتح انت الجمجمه
وراح تشوف الورم مكانه او المناطق مثلا المحيطه به جزء بلحظه هم يتبدل عندك سير العمل. وارد وارد ان احنا يكون عندنا بلان بي ووارد ولازم يكون اي جراح اي جراح وليس جراح الاعصاب يكون عنده استراتيجي صح هو داخل هو يعرف ايش حيسوي. يعني مثلا مرات نتداخل حتى نشيل الكولويد سيست اللي هو ورم دهني في البطين الثالث نشيله بالناظور ونكتشف انه حتى نشيله بالناظور هذا مساله مو صحيح فنضطر انه احنا نفتح. طبعا يفضل ان احنا نبلغ نفهم المريض وحتى احيانا جراحات العمود الفقري نعم ماشي حتثبت ولا ما حتثبت والله هي الاشعه تقول ما بس احيانا احنا من ندخل للعمليه نلاقي ان السيجمنت مو متزنه زين فانا ما اقدر اشيل الغضروف واترك المريض يعاني بعد العمليه من الم مهول انا لازم اتدخل والله طيب نعم. فاحنا نقدر نتدارك هذا حنرجع بس لاورام المخ اورام المخ بطبيعتها احيانا تؤدي الى كومبليكيشنز داخل المخ منها الاستسقاء الدماغي والاستسقاء الدماغي اللي هو توسع بطينات المخ نتيجه ممكن لانه ورم المخ هذا ساد المجرى مال الجريان هو بس حتى انه اللي دا يشوفنا حتى يتصور انه احنا شنو دا نحكي او وين دا نحكي لان جزء هو معروف عندهم البطين موجود فقط بالقلب لا لكن اكو عندنا بالدماغ ايضا الدماغ باربع بطينات نعم اللي هو ايش تحتوي البطين اللاترال اللي هو اسمه باللغه العربيه الوحشي نعم. الايمن والايسر والبطين الثالث هذول بطينين اثنين نعم. والبطين الثالث والبطين الرابع البطين الثالث يقع فوق المهاد ماشي وهي منطقه حساسه جدا في المخ والبطين الرابع يقع ما بين جذع المخ وما بين المخيخ تفصيله بسيطه بالضبط يعني انه اكو تجاويف خلينا نقول موجوده بداخل الدماغ تحتوي على السائل الشوكي تمام بالضبط. اللي اكيد هو اكو له وظيفه خاصه احنا مو مالنا ندوخ الناس فيها يعتبر العفو يعني نعم. هو الصرف الصحي للمخ بالضبط فاي انسداد في تصريف هذا السائل الشوكي يؤدي الى ارتفاع يتعاظم ضغط المخ نعم يعني يصعد الضغط داخل الدماغ او داخل الجمجمه وبالتالي يحصل هذا الاستسقاء اللي هو ممكن يجيني بكبر حجم الجمجمه في الاطفال نعم بالاطفال في الكبار لا صداع شديد وضغط على عصب العين فالمريض ما يشوف يعني تبدا الرؤيه عنده تتحول وكانما ينظر الى الزجاج المشغول اكو نوع من الزجاج المشغول ماشي اللي هو مزخرف كده ما يشوف زين اوكي وهذا الهيدروسيفالي او هذا الاستسقاء عند البالغين لازم يجي نتيجه ورم؟ لا ممكن يكون يعني ممكن يكون انسداد ماشي انسداد في القناه اللي اسمها اكويدكت اوف سيلفس ماشي بيسموها ليت اونست وممكن يجي نتيجة لهذا الاستسقاء نتيجة شيء يسموه ارتفاع ضغط المخ الحميد أو متلازمة آدم حكيم نعم لها أسباب لكن أورام المخ جزء كبير منها ولازم يعالج الاستسقاء قبل الورم يعالج الاستسقاء قبل الورم لازم نركب صمام المرضى للأسف أنا وجدت مرضى عراقيين نعم. يعني يتواصلون وياي يعني هو رافض الصمام فاني يعني رساله ليش هو ما يريد شيء يبقى دائم في جسمه زين اريد اسالك سؤال بامانه تفضلي بما انه انت يعني خلينا نقول معالج مرضى من مختلف انواع الجنسيات نعم. شلون تقيم المريض العراقي بالنسبه انت كجراح يتعب لو زين لو يتقبل اقول بكل صراحه المريض العراقي عنده اسئله كثيره نعم وانا كطبيب انا واحد من عشرة يعني انا واحد من عشر اطباء مر عليهم هذا المريض زين ماشي لا املك من بضاعه الا الصدق زين وللاسف المريض لا. العراقي بعض المرضى بعض نعم. المرضى يريد واحد يرسم له الدنيا ورديه نعم لا ما راح يصير بيك شيء لا 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 هذا الكلام مو صحيح المضاعفات وارده الوفاة واردة بس لازم تعرف انه اكو شيء ممكن يحصل
اكو شيء حتمي يحصل. اذا عفت نفسك بدون عمليه حتمي حتميا حتوصل لهذه النقطه لا قدر الله. واذا سوينا العمليه ممكن تحصل هذا الشيء بنسبه 10%، وممكن لا، وممكن لا ما يعني بنسبه 10% تحصل مثلا لا قدر الله كذا 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 whatever النيورولوجيكال ديفيسيت اللي ممكن يحصل. ماشي. للاسف المريض العراقي مثقف جدا ومتعلم جدا، وممكن يروح على جوجل ويسال ويشوف وكثير الاسئله. وانا تعودت بشغلي انه اني مثل المريض كثير الاسئله انا كثير الاجوب. زين على طول يعني. لا مو انت هسه ذكرت لي قلت لي انه يرفض مثلا تركيب الصمام. يرفض تركيب الصمام ليش؟ لانه هو يعتقد انه هذا إيه هاي الاعتقادات الخاطئة. هذا شيء يعني العفو يعني مثل الجلوس على كرسي متحرك، كرسي يعني هذا يعني ويلتشير يعني. نعم. ماشي. فأنا أبسط له أقول له هو اللي يركب اللي عنده مشكلة بالقلب مو يركب دعامات بالقلب. صح. زين هل يعني هذا إنقاذ للحياة؟ زين هل أنت عمرك سمعت واحد ركب دعامات ورجع شالها؟ قال لي لا ماكو. فالصمام هذا يبقى طول ما عندنا احنا عندنا مشكله. هل ممكن نشيله او لا؟ احنا المرحله انه احنا نشيل الصمام او ما نشيله حندخل باجراءات ولازم تدخل بمستشفى وتقعد بها كذا يوم، ونتعرض الى ممكن كل يوم اسوي لك اشعه مقطعيه او بين يوم ويوم، وهذا اشعاع تكلفه انه انا اشيل لك الصمام تكلفه باهظه، بينما اذا عفته ونسيته حتعيش عادي. ما يأثر عليه نهائي أبدا. فالمفروض أنه يعني المريض أنه ما يعني يتناقش، ولا بس أنه أوكي أخذ رأي ثاني. هذا إحنا دائما نوصي به أنه أنت من تسمع أي كلمة من أي طبيب كان روح استشير واحد ثاني، ماكو مشكلة، ما عندنا مشكلة أبدا، وناقش أوكي، بس لا ترفض رفض أعمى، لأنه الطبيب من دي يحكي لك فتشي أكيد هو لمصلحتك. يعني انت ما راح تستفاد مثلا فد شيء اذا سويت له انت هذا الصمام على موضوع العلاقه بين المريض والطبيب في العراق موضوع شائك جدا. نعم. يعني منو اللي خرب هذه العلاقه بين المريض والطبيب؟ اثنيناتهم بامانه. اثنيناتهم. نعم. ونضيف لهم الميديا. نعم. ونضيف لهم اطراف ما احب اجيب اساميها يعني. هو فعلا دكتور يعني هسه احكي لك اني من الواقع هنا، هو صارت اكو فجوه كلش كبيره، فجوز انه اني حتى لو كطبيبه عراقيه احكي المعلومه اللي هي صحيحه جدا وبيها فائده المريض 100% ما يتقبلها من عندي، لكن مثلا من يسمعها من طرف خلينا نقول نحكي همين بصراحه اكثر مثلا من طبيب غير عراقي راح يعني يتقبلها اكثر، يتصور انه ذاك يريد فائدته اكثر. يعني هي هذه مسألة ثقة، وحتى ترجع الثقة بالطبيب العراقي، والطبيب العراقي يعني ما شاء الله من يطلع خارج العراق يكون مبدع. نعم. نبدأ نشوفهم بالامتحانات ونشوفهم بالندوات وبالمؤتمرات، وأنا حضرت بنفسي هذا الشيء يعني. ماشي. اللي مفروض هذه النقابة ووزارة الصحة. أنا عدت علي حالات لمرضى عراقيين قيل لهم انه يعني ما هو انت احيانا الوضع الامني يخلي المريض الطبيب خايف من المريض. صح. مو خايف على المريض، فاكو فرق كلش عظيم. لا لا خايف على روحه، خايف على روحه يعني. لانه مثلا يعني مريض ابن شيخ عشيره مثلا يعني ابتلاه الله بورم بالمخ، زين زين هذا وين يروح؟ صح. ماشي. فيجي للطبيب يقول له مثلا احتمالات الوفاه 90%، هي مو 90% هي 10%. نعم. بس حتى يسيب نفسه. صح. ماشي. حتى يخلي الناس يتقبلون لا قدر الله. ما هو انت احنا اذا رجعنا لاسباب الوفاه بعد العمليات جراحه الاعصاب هي اسباب لا علاقه لها لا علاقه لها بالطبيب بشكل اساسي. هو لها علاقه يعني ممكن المخ يغضب لاستئصال الورم. كانوا مرتاحين حبايب قاعدين وتليش الورم عايش صاله هذه، المخ ممكن يغضب يحصل بريه، ممكن مثلا يكون اكو كونتوجنز نتيجه انه الجراح ده يحاول يشيل الورم. نعم. ماشي. ممكن مثلا مريض عنده ورم بالمخ وسواله شلل نصفي، ماشي، قولي مثلا الجريد 4 من الدرجه الرابعه العفو، ماشي، بعد العمليه صار جريد 2، وهذا فتشي كلش ترانزيانت يعني لو صبرنا اسبوعين المريض حيتحسن. نعم. ماشي.
يعني يعتبروها يعني فتشي ممكن يحصل دي في تي. واورام مثل المننجيوما ماشي وارد انه يحصل معاها دي في تي، خاصه الاورام الكبيره. يعني ممكن انه يحصل هذه الخطره اللي احنا دائما يعني هو احنا كجراحين باي عمليه جراحيه هو هذا الشيء اللي يخوفنا اللي ممكن اساسا يؤدي الى الوفاه حالا. يعني احنا مرات اكو عندنا يعني مرضى نفقدهم على التيبل على السديه الجراحيه بصاله العمليات نتيجه الانصمام الرئوي اللي يصير او هذه الخطره اللي ممكن تصير اصلا. بالضبط. راح يتملى حق انه احنا نسوي بالضبط. اي شيء. بالضبط. وهذا الشيء مو بايدينا، لا احنا نقدر نمنعه حتى في يعني في احسن التحضيرات، حتى لو اني اكون مثلا كلش زين محضره المريض واعرف كل شيء عنه بس هذا ما نقدر نمنعه. مرضانا ما يتهمون هذا الشيء دكتور. الاجراء عمليه جراحيه لورم هو نوع من الصراع ما بين الطبيب والورم ماشي، ومو للاسف مو كل قصه تنتهي نهايه جيده. نعم ماشي، اكو بها عوامل هوايه، اكو بها عوامل هوايه. لذلك انا انصح المرضى انه تختار المستشفى الجيده وتختار الطبيب الجيد. نعم ماشي، وتسال على الطبيب التخدير. نعم. طبيب التخدير نقطه مو نقطه، ترس او عجله اساسيه في عملي انا كجراح اعصاب. طبيب التخدير وطبيب الرعايه المركزه لا يمكن اجراء اي عمليه جراحيه في المخ بدون ما يكون عندي طبيب تخدير يعرف شلون يخدر مريض عنده ورم بالمخ، وطبيب رعايه مركزه يعرف يعني شلون ياخذ باله من مريض عنده ورم بالمخ تم اجراء عمليه. وهذا النقطة الأساسية في عمل كل المراكز اللي تشتغل نيوروساينس في العالم. نعم. يعني أكو يعني حتى عندنا في مصر أكو هسه حاليا زمالة تخدير جراحة أعصاب لأهميتها. طبعا أهمية. أكو ناس يعني أنا أعرف ناس اللي هم أنا أشتغل معهم هم ما يخدرون غير جراحة أعصاب، فأصبح هذا عنده خبرة ماشي. نعم. هذا يعني مقامه مثل مقامي أنا كجراح. صح. للأمانة يعني صحيح، مرات إحنا إذا مثلا دا نشتغل مثلا المريض أكو عنده نزف لأي سبب كان، فأني أكون ملتهية بشغلي بالنقطة اللي أنا دا باوع عليها، وبنفس الوقت أني مأمنة أنه طبيب التخدير دا يسوي الإنعاش الكامل، دا يسوي الريسستيشن، دا يعوض لي بطريقة زينة. نعم. بحيث انه هو يعني انجح اني وينجح هو انه يطلع المريض سلامات، مو مثل مثلا لو صار او مثلا تلبكؤ او مثلا عدم تصحيح مثلا بطريقه صحيحه. او مرات يعني يكون عنده بالعكس اوفرلود يعني سيركوليشن اوفرلود. طبعا. فبالمنور اوديما ممكن يصير وذمه رئويه. طبعا طبعا. فبالضبط. او سيربرال اديم. بالضبط. سيربرال. بالنسبه انتم لكم فهذه بالضبط نقطه كلش مهمه، انه انت جراح زين، طبيب تخدير زين، مكان زين بكل الفاسيليتيز اللي ممكن يحتاجها الجراح في حال لو حصل اي مضاعفات وارده الحدوث لا سمح الله. اوكي، خلينا ندخل شويه بالجاما نايف ما دام انت جبت لي اسمها وقلت لي هي احد طرق العلاج اللي ممكن تكون بديل للجراحه. نعم. في بعض الاحيان شلون تكلم الناس عنها اكثر؟ الجاما نايف هو اشعه تعطى بطريقه ثلاثيه الابعاد. نعم. ماشي، باستخدام اشعه جاما. نعم. تلتقي في نقطة داخل المخ. هذا الجهاز هو مال جاما نايف؟ أعتقد هو. نعم. يعني طبعا. أنا ما عندي خبرة في إعطاء الجاما نايف. ماشي، الأساس في عمل الجاما نايف إنه هو يؤدي إلى تغيرات خلوية داخل الخلية ويغير من الطبيعة النسيجية للأورام المخ من خلال انه يخليها غير قادر على الانقسام مره ثانيه. وبالتالي احنا نقول للمريض يحجم الورم ويخليه واقف عند حد. يعني هو نفس فكره الاشعاع؟ هو جزء من الاشعاع. جزء من الاشعاع اللي هي الناس تعرفه انه لي علاج يعني الاورام، هذه الصوره ايضا هي توضح الكلام اللي ذكرته حضرتك. نعم. انه اكو عندي اشعه تركز على منطقه معينه تلتقي في الدماغ. ما بين اكس واي زد في نقطه ما. زين. هذه الجاما نايف شاطره جدا في العمل، يعني هذا هو الجمجمه لما تعمل في المناطق العميقه للمخ، يعني مثلا حوالين السرج التركي، اورام الغده النخاميه مثلا، اورام صغيره مثلا اللي هو يسموها بلانمس فينويدال مننجيوما، اورام صغيره الحجم. الفكره كلها انه احنا مثل ما نقول بالمثل الشعبي الطيب احسن، او يعني
من غير تداخلات جراحيه، لانه مثل ما قلنا فاتوره العمليه اكبر من الفائده من استئصالها. يعني معناها انه انت تخليها فقط للحالات اللي بيها استحاله او صعوبه اجراء الاستئصال الجراحي الكامل. لا، مو قصه استئصال، انه العمليه ما مستاهل، هو ما مستاهل العمليه. فرضا مريض يشتكي من صداع، صداع صداع شائع تنشن هذيك، وقلت له روح سوي اشعه، قال لا خليه اسوي اشعه مقطعيه اطمن. سوينا اشعه مقطعيه وطلع انه هو عنده ورم في الجزء الامامي من الجمجمه، ماشي، اسمه بلانم سفينويدال او اولفاكتوري جروف مننجيوما. زين، كلش بسيط. حاسه الشم عندك تشتغل؟ اشتغل اشم القهوه والشاي عادي. زين، والورم صغير. زين، هذا شو اسوي لحتى لا يكبر؟ انطيله جامانايت. انطيله جامانايت. الجامانايت تعمل الافكت مالتها يظهر في خلال سنتين. سنتين، اذا يعني مو حالا، مو مثل الجراحه. اوكي، همين هذه الصوره حتى مقربه اكثر، انه هذا التارجت بالضبط اللي ذكرته حضرتك، هذه النقطه السوداء اللي بوسط الدماغ هو اللي كل المصادر مال هذا الاشعاع بدها تتركز عليه. زين، قلت لي ورا سنتين، يعني خلال سنتين، في خلال سنتين اوصل للماكسيمم افكت، الاعلى تاثير. اي، لو تبدي تظهر، تبدا تظهر ال 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 زين، وخلال هاي السنتين شو نسوي للمريض؟ اذا خلال هاي السنتين فرض يعني، يعني مثلا هو مثل ما قلت لي هسه انت مثلا كان يشكو من صداع، اوكي؟ وقلت له انت القاما نايف اسهل لك واحسن لك، وليش بدنا ندخل اساسا ما يسوى الموضوع نسوي عمليه؟ الصداع، اني الصداع، انت تعرفين الصداع له 11 سؤال مثلا. قصدي احنا قلنا بسبب هذا التيومر اللي قلت حضرتك انه بسيط. هو في الغالب التيومر مو هو اللي مسوي الصداع. اها. هو بس يسوي راد يسوي اشعه هيك انت تطمئن. فهذه النوع من الاورام الصغيره الحجم اللي نكتشفها بالصدفه نسميها انسيدنتالوماز. يعني اكتشفناها اورام تم اكتشافها بالصدفه. يعني ما لها علاقه. ولسه هي صغيره، لسه ما سوت الافكت اللي هي المفروض تسويه. تمام. ماشي؟ زين. والمريض عمره 30 سنه. وممكن هذا الورم بعد 10 سنين يكون considerable mass، فش نسوي؟ ننطي الأشعة. بس بنفس الوقت لازم انه انت تفهمه اكيد انه يابا هذا الصداع اللي عندك هو مو بسبب هذا الورم الصغير اللي احنا اكتشفناه. فبالتالي حتى اني النقطة اللي اريد اوصلها انه هو ورا الجاما نايف راح يجيك يقول لك الصداع بعدي، لا انت ايش سويت لي؟ انت شلون الجاما نايف وين صار تأثيرها؟ هذا اللي اريد احكيه. انه انت قلت لي ورا سنتين راح نلقى في خلال سنتين يتم يكون اكو التاثير على الخلايا مال الاورام، مو ورا سنتين، ماشي. وبالتالي اني اتابع المريض كل 6 اشهر اسوي له ام ار اي وذ كونترست فولو اب. زين، هاي بالنسبه الورم السلي اللي خلينا نقول هو صغير وما به تاثير والاعراض اللي عند المريض مو من عنده، بس بالاورام الحقيقيه الكبيرة اللي مؤثره الكبيره لا يجوز اعطاء الجاما نايف. اها. لا الاورام الكبيره الحجم حتى لو كانت عميقه؟ حتى لو كانت عميقه. لا الاورام كبيره الحجم ولا الاورام السرطانيه لا يجوز اعطاء الجاما نايف فيها مطلقا. زين، مو هي الناس ويعتبر اعطائها شيء من العبث. مو هسه هي الناس دائما، خلينا نحكي احنا على مرضانا، يحبون يبتعدون قدر المستطاع عن التداخل الجراحي. فاكو هواي ناس على بساطتها من تسمع جاما نايف وجاما نايف بديل للجراحه، واكو هواي مثلا انت قلت الميديا تلعب دور كلش كبير ترى، يعني بثقافه الانسان وبحياته. هذا دوري كطبيب ايه؟ انه انا افهمهم زين بطريقه مبسطه انه هذه الجاما نايف لا تعمل الا على الاحجام اللي هي اقل من 3 سنتيمتر. الاحجام الكبيره ما تقدر تشتغلها الجاما نايف. زين. ويعتبر اعطائها يعني غير مفيد. زين، والحكايه الاهم انه قلت لي الورم السرطاني لازم استئصال، لازم. ما يفيد جاما نايف. ما يفيد. يعني الجي بي ام ما ينفع بها الجاما نايف. نعم. الجي بي ام كل يوم تولد لنا خلايا. كل يوم. زين. ماشي، فالجاما نايف مثل ما تعرفين ان هي تعطي افكت في خلال سنتين. اي، هاي سنتين سنة ونص. هاي لا سنة ونص حتى لو سنة هذا المرض الورم يكون منتشر ومتوفر. انا شفت مرضى عراقيين ماخذين جاما نايف يعني باجراء خارج العراق. خارج العراق ماخذين جاما نايف على اورام سرطانية، وهذا اجراء خطر. هذا الاجراء جريمة مو خطر. يعني هم ارجع واقول مره ثانية انه انت يا مريض من تسمع حكاية من اي طبيب كان سواء داخل او خارج العراق اسال، اخذ راي ثاني. المريض يريد يتجنب العمليه هوى، يعني هذا يعني شيء من الهوى. نعم.
انه يريد يبتعد عن تنشن الجراحه والتخدير وهذا. بس هذا مو صحيح. مو صحيح في كل يعني صحيح. في كل الحالات. لان هذا اتباع الهوى في هذا النوع من العلاجات يؤدي بالمريض الى ما لا يحمد عقباه، يوصل الى مرحله متاخره انا كجراح ما اقدر اسوي شيء. يوصل الى مرحله متاخره يعني حتى الاهل يقول زين سوي له اي شيء، انت جايني في وقت متاخر جدا يعني ما اقدر اسوي شيء. اكو اورام احنا نقف فيها احنا ما نقدر نسوي شيء. نعم. مو لان طبيعه الورم بس لان الوقت. الورم اول ما بدا الورم كان مثلا بالفص الامامي جي بي ام اللي هو ورم سرطاني بالفص الامامي الايسر. نعم. خلاص؟ هو كان احلى وقت لاستئصال هذا الورم. عفو 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 انتقل عن طريق الكربس كالوزم او الجسر الاصفر انتقل الى الفص الثاني. نعم. زين اني شو اسوي؟ ما اقدر اني استأصل فصين اماميين والا المريض ما راح يكون جثه هامده. صح. حرفيا يعني. زين على منو اللي يدفع فاتوره هذا التاخير؟ احنا كتبنا قلنا في المره السابقه قلنا يصبح امره بيد من لا امر له. ما شو هو هذا وصلنا الى هاي المرحله فيصبح يعني شنو اللي اقدر اسوي؟ نعم صح. هو هذه المشكله دائما بالسرطان باي مكان بالجسم، الوقت يلعب دور كلش كبير في انه هذا الشخص راح يعيش او راح يروح المصير المحتوم بالوفاه. بالضبط. تمام دكتور، هذه الصوره شلون اتعلق عليها؟ الاي والبي والسي والدي، هذه اعتقد بري اند بوست كاما نايف، شنها ما عجبتك او ما مقتنع انت بالنتائج؟ لا هو الورم هذا بري اند بوست كاما نايف ولا راديشن؟ يعني هو أنا اللي أعرفه أنه جاما نايف، هما نفس الإفكت نفس التأثير. هو أكو سيستيك كومبوننت موجود في الورم اللي هو على سي، فالجزء الداخلي من الورم أو الكتلة الصلبة من الورم تموت. زين ماشي، لكن يعني وماكو ماس إفكت للورم على ال هو شنو التشخيص التشو دايجنوزز مالته؟ ما اعرف يعني هذه التفاصيل، بس انا اردت تعليقك على الصوره انه اكو ليجن وبعدين اختفى، ممكن يختفي تماما هيك بالجاما نايف؟ لا الجاما نايف ما تخفي، الجاما نايف تحجمه. اها الجاما نايف شاطره جدا ان هي تحجم الورم وتخليه ثابت مثل ما هو. زين والتاثير ماشي. يعني ما ممكن انه يصير بيرجريشن؟ يصير بيرجريشن نسب من الاورام على حسب طبيعه الورم او شكله يعني. نعم. ممكن يحصل هي ريجريشن يعني. يعني ممكن اجيب اوكي زين، وهذه ايضا تقريبا نفس الفكره، هذه انت تقول راديشن تقول اشعاع تقليدي؟ ما ممكن يعني هذا احنا نشوف هذا يعني زين هسه سوليتري ليجن. نعم. موجود على الناحيه الليفت سايد زين وحواليها اكو إديمة. هو انا هسه قاعد اسالك انه هذا البرين تشو او هذا نسيج الدماغ اللي داير مداره بالضبط مو طبيعي اللي يقارن الصوره حتى اكو اساسا مبين كانه تضخم. واذا باوعنا نلاقي ان حدود الورم يعني يونيفورم او نقدر نقول ريجولر. نعم. ماشي يعني وياها اكو نودولر بارت يعني. يعني ممكن يكون مثلا هذا برين ابسس. اها ممكن انه خراج. نعم داخل هذه خراج وارد جدا. تمام زين هسه اريد اسال حضرتك طبعاً. المضاعفات اللي ممكن ان تحصل في حال لو مريض اخذ جاما نايف سواء انديكيتد اور نوت انديكيتد، يعني هو محتاج او الجاما نايف لها مضاعفات حالها حال الجراحه. زين من حيث ان هي مضاعفات. نعم. وليس من حيث كميه المضاعفات. نعم. خلاص زين ما هي مضاعفات الجاما نايف؟ ممكن الجاما نايف الاشعاع يصيب عصب. نعم. ممكن وارد جدا ممكن الاشعاع يصيب غده نخاميه فيؤدي بها الى العطب ويصبح المريض ديبندنت على او معتمد على ادويه تسير او هرمونات. نعم. تسير الاوركسترا اللي موجوده في الجسم من الهرمونات. زين ماشي.
هذه هسه انت حكيت لي على شغله انه الاشعه ما راح تكون تشتغل على التارجت بطريقه، يعني هي مساله مليمات او اجزاء من الملي ممكن تفرق. هم يسوون بلاننج اصلا يعني. زين هذه معناها تكنيكال ايرور، انه خطا لا مو تكنيكال ايرور، لا مو لو لازم يحدث احتمال يحصل يعني وارد انه يحصل. نعم ماشي. اللي هي كمان الجاما نايف يعني مو ديماندنج، مو تكنيكالي ديماندنج، يعني هي كلها تتم عن طريق الكمبيوتر. هو يعني جهاز بالضبط، هو جهاز ماشي. زين هم انا من باب وليس مثل الجراحه محتاجه مايكرو سيرجيكال سكيلز اللي تختلف من شخص لاخر. زين هي مره واحده تعطى له هم على عده جلسات؟ اكو مرات ياخذون جلسه واحده، واحيانا ياخذون عده جلسات او يسموه فراكشن، يعني ياخذون اجزاء من الاشعاع او على جلسات متباعده. نعم نعم، يعني معناها نفس فكره الاشعاع الاعتيادي اللي احنا نعطيه بعد هذه. واكيد دكتور الاشعاع الاعتيادي والعلاج الكيميائي له دور كبير بمتابعه اورام المخ بعد الجراحه. طبعا انا دائما افهم المريض انه اني محطه. هذه المحطه بعد ما شلنا الورم وبعد ما شلنا الغرز الجراحيه انتهت هذه المحطه، راح ننتقل الى محطه اخرى اسمها طبيب الاورام. طبيب الاورام هو اللي يتابع هذه الامور ويعيد الاشعاعات ويقرر المريض حياخذ كيميائي ولا حياخذ اشعاع او مع بعض. بس المريض لا يترك، لان انا اكون دائما قريب من طبيب الاورام، يعني انا مثلا في مصر مثلا عندي اطباء اورام قريبين علي جدا. ولازم اكو عندك شخص انه انت ترست يعني طبعا يفهم يعني طبعا قريبين جدا علي. ممكن وارد انه المريض يحصل له مضاعفه معينه، ممكن المريض ما عنده استسقاء دماغي وشلت الورم وكذا واخذ اشعاع وكيمياء وصار عنده استسقاء دماغي. زين شلون نعرف؟ لا طبعا لازم يرجع لي. تمام ماشي. لكن اللي هو القائد للعمليه ما بعد اجراء العمليه هو طبيب الاورام. طبيب الاورام متابعه المريض او سير العلاج النهائي. اوكي خلينا نشاهد هذه الصوره. اني تعمدت انه اخليها دا تبين لي طبقات السكالب، شو يسموها بالعربي فروه الراس. نعم. تمام اوكي. انه فروه الراس الى ان اوصل للعظم والى ان اوصل للدماغ الى ان اوصل للجمجمه والى ان اوصل للدماغ، هي مو بس طبقه واحده. نعم. او جزء الناس تتصور انه جلد وراسا اكو جوا جمجمه وراسا اكو جوا دماغ، لكن اكو عندي عده اغشيه. تمام. نعم. اللي هي تغلف الدماغ اللي ثلاث اغشيه، شو يسموها بالعربي؟ الام الجافيه والام العنكبوتيه والام الحنون. والام الحنون ديورامتر اركنويد متر بايامتر. البايامتر اوكي. هذول وظيفتهم يحمون الدماغ؟ لو اكو لهم وظيفه اخرى؟ هذه وظيفه عظيمه، حمايه الدماغ. حمايه الدماغ وظيفه عظيمه. زين وبنفس الوقت اكو هواي مشاكل تصير بها ممكن تاثر لنا حتى على هذا الدماغ. طبعا ممكن طبعا هذا شكل فروه، هذه طبقات فروه الراس. احنا عندنا السكالب تبدا من حدود الاجفان نعم الى هنا تنتهي الى هنا، يعني هذه كلها تسمى فروه الراس، حتى نفصلها ما من الوجه ونفصلها من الرقبه. هذه على مستوى الابعاد، يعني على مستوى فروه الراس فيها كذا طبقه، يعني الجلد وما تحت الجلد والجاليا بونيروتيكا ما اعرف اسمها بالعربي. اي نعم. ماشي. والبيري اوستيوم اللي هو السمحاق. نعم. وبعدها يجي العظم. الاصابات الراس احنا حنحتاج حلقه عن اصابات الراس ان شاء الله، ان شاء الله في المستقبل القريب. لما يحصل كسور في الجمجمه مثلا ممكن يحصل ورم، العفو، ممكن يحصل تجمع دموي خارج الام الجافيه. تمام. هذه الصوره ده توضح اللي ده تقول، هو فعلا اكو كسر هنا بالنسبه للناس اللي تقرا، اكو كسر عندي بالجمجمه وسوى عندي نزف وسوى عندي مثل ده نشوف حتى دافع الدماغ على هالجهه. طبعا. زين فهذه خلينا نقول الاصابات العاديه اللي ممكن تسبب لنا، او تروما ممكن سببت لي كسر او سببت لي نزف. اصابات الراس نعم كلها هاي انرجي. نعم. يعني شنو هاي انرجي؟ يعني اكو فطاقه شديده تم وصلت للدماغ. نعم. ماشي. مو اصابه تريفيال، يعني مو واحد زحلق ووقع، هاي بس بالكبار السن. نعم. وهاي غير ميكانيزم. ماشي.
حتى فهذا المريض محتاج مثلا يكون يعني حصل له مثلا راكب ماطور وقفز من الماطور والتف كذا لفه حتى تحصل هاي الكسور، يعني لازم اصابه، او شخص تعرض الى اصابه بآله حاده او بلانت يعني ماشي. فالنزيف فوق الام الجافيه من يعني من احلى الحالات، لانه المريض يكون في غيبوبه او ده يدخل يغرق في الغيبوبه، انا دائما اقولها يغرق في الغيبوبه، الغيبوبه مثل البحر يغرق في الغيبوبه ماشي، وانتشاله سهل جدا سهل جدا. يعني تعتبرها انت من التداخلات الجراحيه البسيطه البسيطه، والمريض على اسطول بيصحى بعدها، غير السبديورال. يعني حتى مكان النزف يفرق. طب الفرق ما بين السبديورال تحت الجافيه وفوق الجافيه هي الجافيه اللي هي الديوراماتر. نعم. اللي هو غشاء قاسي وغشاء قوي جدا. ماشي زين. اللي هو يمكن اكثر شيء تخشوه كجراحين انه ان تنشق الدوره بالايد او يصير لها مثلا فد مشكله. تمام. بالنسبه لي يعني حتى لو تنشق خيص حاتي. تمام اوكي زين، بس قصدي هو بالعموم انه الدوره فد شيء نخاف انه من العمليه بالضبط. تمام. لانه ما تحتها يكون اكو النسيج العصبي. نعم. المخ ببساطه شديده يعني. نعم. اللي ما تحت الام الجافيه لا، لازم نلحقها في خلال اربع ساعات. اربع ساعات اي ساعة جولدن اورز لازم المريض يكون داخل ساعات العملية. الذهبيه في خلال اربع ساعات لازم تجرى العمليه. إذا ما صارت خلال أربع ساعات. إذا حتى لو أجرت العملية ماكو نتيجة مقبولة. إيش راح يصير ممكن؟ يعني مثلاً مريض دخل بدرجة غيبوبة 10. نعم. في خلال الأربع ساعات لو تم تفريغ النزيف ممكن العشرة تصير 11 و12 ويصحى. لو بعد الجولدن أورز لا، العشرة ممكن توصل 9 ترجع 10، تصير فيجيتيتيف لا قدر الله يعني. يعني ممكن انه تستمر هذه الغيبوبه او الضرر اللي صار على الدماغ ما ممكن انه مثلا يصلح. هذه الصوره دكتور هم تتبين لي بالتصوير انه النزف تمام، شلون يكون شكله اساسا بالتصوير؟ هذا من الدماغ احقر واخبث انواع النزيف. يسمونه النزيف التلقائي spontaneous intracerebral hematoma، وهو يحصل في كبار السن، ويحصل السيناريو الشائع الشائع مريض ضغط وما ياخذ ادويه ضغط، هو هذا السيناريو الشائع. هو هسه هذا الجزء الثاني من نزف الدماغ، احنا بديناها بالتروما، بديناها بالاصابات الخارجيه للراس واللي ممكن تلقائيه مثل اي حادث باي مكان بالجسم، صار عندي كسر، صار عندي نزف بذاك المكان، لكن اريد احكي عن الحالات المرضيه اللي موجوده عند الشخص اللي ممكن تؤدي الى حصول نزف بالدماغ، هسه قلت لي ضغط وما ياخذ علاج. وصار عنده نزف بالدماغ. حتى يوصل المريض الى مرحله انه يحصل عنده نزيف بالدماغ تلقائي، ممكن يكون ماكو مشاكل بالشرايين نفسها. احنا نسميها انيوريزم او تشوه شرياني وريدي، وهذا يكون انولد به وبعدين تعاظم. او ان المريض مصاب بهيموفيليا مثلا او امراض تجلط الدم. انه الدم لا يتجلط. او انه يكون المريض عنده أسباب تؤدي بي إلى تصلب الشرايين. زين. تصلب الشرايين ظاهرة شائعة في العالم كله، يعني في كل ما لا يكاد يخلو أحد ما يكون عنده تصلب شرايين، ويكون عنده سكر وضغط ويكون مدخن ويكون مثلا يعني male person، يعني الرجال أكثر عرضة لتصلب الشرايين من النساء. زين. فطبعا نسمع دائما احنا من كنا بالطوارئ زعل وفقد الوعي. صح. فهل هو الزعل، هل هذا شيء نفسي؟ الاجابه لا، هو احنا كنا نزعل ونتصالح ونفرح ونحزن، هذا شيء طبيعي بالنفس البشريه. لكن في بعض الناس الموضوع الزعل يرفع الضغط ويرفع عدد نبضات القلب ويؤدي بالمريض إلى أنه يحصل له هذا النزيف. هذا يبقى كل شخص واستعداده الجسماني. طبعاً. لتقبل الغضب. طبعا يعني أنا يقول لي مريض، ابن المريض يقول لي هو ما بي شيء بس هو زعل، فيريد يستخدم هذه الحادثة
حتى يقول لي الزعل هو سبب. لا لا، هو احنا لازم نزعل. هو ممكن مثلا يزعل على نتيجة مباراة، يزعل حادثة معينة يعني، او الفرح الشديد ماشي، فممكن يؤدي بي الى هذا. انا شفت مريض قال ان جاله نزيف في المخ بعد حالة من الايوفوريا والفرح الشديد. سبحان الله، يعني هو بالضبط ميكانيكية الجسم او كيميائية الجسم بس تتأثر بالضبط بالانفعالات سواء المفرحة او المحزنة. السيناريو الاعم مريض ضغط لا يتناول ادوية الضغط، لا يتناول ادوية الضغط، ممكن يجيني بنزف بالدماغ. زين من الناحية العملية، حضرتك كجراح جملة عصبية، ايهما تشوفه اصعب للعلاج؟ هذا النزف اللي ممكن يحدث نتيجة الانفعال او نتيجة اخذ عدم اخذ الدواء، لو ابو التروما ابو الكسر طبعا هذا. زين يكون في مصر انا شاركت ببحث اسمه ستيتش 1 وستيتش 2. ستيتش اللي هي كلمه انجليزيه، هي مختصر كلمه سيرجيكال تريتمنت اوف انترا سيربرال هيموراج. وصلنا الى ما وصلنا اليه انه يعني ماكو شيء يقدر ينقذ المريض، ماكو شيء يقدر ينقذ المريض اللي صار له هذا النزف، ماكو شيء، ولا حتى التداخل الجراحي، ولا حتى، ولا حتى ضمن الاربع ساعات الذهبيه، لا لا لا، ولا حتى الناظور، لا هذا النوع، هذا النوع اي اي، ولا حتى الناظور، ولا حتى لعد من يشخص صعوبه هيك شيء ما تسوي له اي شيء. لا احنا يعني على حسب خبره الجراح، هو قال على حسب خبره الجراح والسنتر. زين عادة هيجي كل مستشفيات اللي اكو بيها فرع جراحة الجملة العصبية تشتغل مثلا او تستقبل مثلا ممكن هيج حالات بحكم يعني معلوماتك، خلينا نحشي هنا على بلدنا اذا سامع من زملاء اكو اي اشوف. وبعض الاحيان لما الجراح يحول الحالة من مستشفى الى مستشفى متخصصة اكثر، فهذه من مصلحة المريض. نعم أنا دائما يعني أحكيها وأقول لازم الناس تعرف وين تروح. بالضبط. يعني لا تضيع الوقت، يعني هسه المفروض مثلا إذا نحكي على مستوى بغداد، المستشفيات اللي بيها معروفة المستشفيات الحكومية، والمفروض إنه الناس كلها تعرف إنه فلان مستشفى بيها فلان تخصص، مثلا أكو مستشفيات عامة، أكو مستشفيات ولادة وأطفال، أكو بس ولادة، أكو بس جراحة وباطنية، أكو جملة عصبية، أكو جراحة قلب وأوعية دموية، فالمفروض معروفة هذه للكل. يعني المفروض أنه ماكو عائلة على الأقل أكو بيها شخص يعرف هذه المعلومات العامة. فأنت مثلا من يصير لك مريض بأي حادث كان، زين مثلا سواء أزمة قلبية، حادث ومثل ما قلت حضرتك اشتباه مثلا كسب الجمجمة أو نزف الدماغ، لا تضيع الوقت وتظل تفرفر بمكانات ما راح تستقبلك او ما راح تنطي او ما راح تسوي اصلا الاجراء اللازم، بحيث انه يظل المريض بخانه التحويل بين مستشفى ومستشفى او الاستدعاء الطبي. هذا كله من وقت المريض. صح. احيانا المريض كل اللي يحتاجه انه ضغطه ينزل. يعني كل اللي ما يحتاج، يعني هذا النزيف مو كبير. نعم. ماشي؟ انا ما شفت بقيه الكاتس. نعم. ماشي؟ لكن فرضا هذا المريض مثلا ضغطه 180 على 100. نعم. هو كل اللي محتاجه انه يدخل رعايه مركزه وضغطه ينزل. يعني ما يحتاج سيرجيكال انترفنشن؟ لا، لازم المريض يتضبط. ممكن يختفي او يوقف النزف اذا نزل ضغط؟ ممكن يوقف، ممكن يتوقف على حاله هذه. وخذ بالك هو لما يحصل النزيف اول ما تكون الهيماتوما في خلال 5 دقائق. هاي من نعمه رب العالمين علينا انه هي هاي الهيماتوما لما تتكون في خلال 5 دقائق او كلوت تسد لك البليدر، تسد بالضبط، تسد البليدر، هاي نعمه من رب العالمين. فاحنا يعني القرار فيها مو هو احنا اي هيماتوما تصير في اي يعني جزء بالجسم احنا نظل نراقب ونشوف، مو راسا تفتحها، هذا مو سبب الفتح. في شغلكم الريتروبريتونيال هيماتوم؟ نعم. صح ولا لا؟ ضل بالهيماتوما على قولتك بريتونيال ريتروبريتونيال ما تفتح هيماتوما، بس ظل اتابعها اذا مش المريض انه سريريا اموره تمام، اموره تمام، ما عنده هبوط بالضغط، ما عنده تسارع من عضلات القلب، ابقي خلص اعوض ممكن شويه سوائل وانتظر او دم بس تمام وتضبط الامور وما احتاج اصلا التداخل الجراحي. زين دكتور، الادويه العلاج الدوائي له دور بجراحات الجمله العصبيه لو لا انت لازم تفتح ولازم اكو سكين بالموضوع؟ علاج الاورام، احنا بدنا نحكي اورام دماغيه طبعا اكيد. العلاج الدوائي هو بشكل تحضيري على مود نقلل ضغط المخ مثل المانيتول واللازكس والسيدامكس نعم او الكورتيزون.
اذكر كان عندي مريض عراقي يعني فزع من كلمه كورتيزون، قلت له هاي كورتيزون استخدمها من يخفف الارتشاح اللي حوالينا. نعم. والمريض عاده احنا لما نيجي نحضره نقيه من الصرع، فننطيه ادويه مضاده للصرع حتى نحميه من اي احتماليه وجود اي صرع. اها، يعني انه انت ممكن تكتب روشته، ممكن تكتب ادويه، تمام، مو فقط انه صارت عمليات. طبعا اكيد للفائده اكثر للمشاهدين، الدكتور متواجد من اليوم الجمعه 14 بالشهر هذا الاسبوع في مستشفى الغدير. نعم. الاهلي في النجف. نعم. والجمعه اللي هي بعد القادمه حكون في مستشفى الكفيل ان شاء الله. ان شاء الله. جدا سعيدين احنا بتكرار اللقاء مع حضرتك والمعلومات اللي استفادوا منها اكيد الناس باسلوبك الرائع دكتور. الله يخليك. كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله يا ربي، ونلتقي ان شاء الله يا ربي بكل خير دائما ان شاء الله. الله يسلمك. اذا مشاهدينا الكرام ان شاء الله كانت حلقتنا مفيده لكم، الصحه والسلامه لكم، وانتظرونا بالاسابيع المقبله.